مش حان الوقت بقى ان احنا يجيلنا فرص حلوة كده، يطلع لنا خال من الصين معاه مليون دولار، او شغلانة كده بمئة الف جنيه في البرمجة حتى لو احنا مش فاهمين في البرمجة، اي حاجة من الحاجات الحلوة دي تظهر قدامنا كده ونتخلص لنا الدنيا، جيم اوفر بقى وخلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ladies and gentlemen، اهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج براحتنا، لان انا هنا انا وانتو احنا هنا براحتنا. امتى هيجيلنا الفرصة المناسبة؟ اصلا سمعت كده جملة شهيرة جدا، يعني سمعتها وشفتها وقريتها وبص حصلت لي في كل حاجة. بيقولك لك او الحظ، لو انت عايز تنسمي نفسك محظوظ او تعرف انت شخص محظوظ ولا لأ، بتجيلك فرص ولا لأ، يبقى اسأل نفسك السؤال اللي جاي ده او ركز في المقولة اللي جاية دي. بتقولك luck is when preparation meets opportunity. ايه بقى البرطمة بالانجليزي دي؟ يعني من الاخر الحظ هو لما الاستعداد وان انت الحاجة اللي انت مجهزها كويس تقابل الفرصة، او العكس يعني الفرصة تقابلك وانت جاهز لها كويس. هنا بقى هو ده الحظ. يعني على سبيل المثال انا مثلا دلوقتي مجهز فكرة مشروع خطيرة وبص مجهز لها كل حاجة، بس مش لاقي حد، عارفين عارف اللي هو مفيش حد يكتشفني، هو انا مش لاقي حد يكتشف الفكرة المشروع دي، بس انا مجهزها وعامل خطة دراسة الجدوى وبص كل تفاصيلها. فالحظ بقى يبقى عامل ازاي لما الاقي قدامي مثلا بيل جيتس ولا نجيب ساويرس معدي بالتوك توك بالعربيه اللامبورجيني مثلا ولا ايا كان من قدامي، وجاي على حظي ام نازل ومستني مش عارف واحد فواقف جنبي لمده 30 ثانيه، هتعمل حاجه اسمها اليفيتور بيتش او اللي هي تقول له المشروع على طول. اهو ده كده حظ، بس ليه؟ علشان انت اصلا كنت مستعد. انما بقى لو انت مش عامل بيتش ديك وانت على الله حكايتك وعندك مشروع كتاكيت، فهتيجي تكلمه في مشروع الكتاكيت يعني هيقلبك انت كتكوت، فاهم؟ هنروح انا وانت كتاكيت مبلولين. فهي نفس الفكره بالظبط. قيس بقى ده على كل حاجه في حياتك. فانت شوف ايه الحاجه اللي انت نفسك قوي ان هي تحصل، وظيفه معينه، شركه حياه معينه. طب تعالى نتكلم في شركاء الحياه، ايه رايك؟ ما دي فرصه من الفرص. انت ممكن تعدي في مكان تشوف واحده او تشوفي واحد، بص يا نهار ابيض هو ده او هي دي، يعني هذا هو الشخص. ازاي بقى تحصل عليه؟ هو ده كده كده دي قصه تانية وده حوار تاني في حلقه تانية. بس سريعا كده قول لي طبعا في الكومنتات انت حابب نتكلم عنه ولا لا، عشان لو عليه اقبال خلاص مش هتكلم عنه يعني. بس سريعا، في مفهوم شهير بيقول ان انت علشان تبقى حابب، عشان ان انت تتحب من الشخص اللي انت عايز تتحب منه، او لو انت عايز شخص فيه صفات معينه لازم، او يعني يستحسن يبقى انت فيك الصفات دي اصلا. انت عايز حد حنون، حد لطيف، حد دمه خفيف، ماشي خفة الدم دي طباع او يعني فيها كلام، بس المهم يعني لو انت عايز حد كويس خليك انت كويس، عشان زي ما المقولة الشهيرة بتقول الطيور على اشكالها تقع. فده كده سريعا، عارف انت في كبسولة، بما اني صيدلي يعني ففي كبسولة كده ده الموضوع ده، وهنتكلم عنه باستفاضة بعد كده لو عليه اقبال. كده انت عرفت موضوع الفرص وازاي تلاقي الفرصة بتاعتك في الوقت المناسب بالتجهيز المناسب. دي كانت حلقة سريعة معاك، انا معاك حازم عماد الدين. تقدر تسمع البودكاست دي على اليوتيوب او سبوتيفاي او انغامي، اكتب براحتنا مع حازم عماد الدين هطلع لك على طول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.